اسمي محمد خماسي، أنا من ضيعة عرب صليم بجنوب لبنان. كنت عايش كل عمري ببيروت، التحقت بمدرسة شويفات الدولية شارلي سعد وضليت فيها، وتعلمت بجامعة الـ EU ببيروت، أخذت باتشلر إيكونومكس، وبعد سنتين خلصت الماسترز اللي فيها. حاليا عم بشتغل أنا على الريسيرش تاعولي، وعم بعلم بجامعة الـ LIU، وعم بحضر الابليكيشن تاعولي لأقدم على طلب دكتوراه بالخارج إن شاء الله. بتذكر انا وقتها كنت صغير وكانوا بعضهم عم بيحطوا اخبار عن الازمه الماليه اللي صارت بال 2008، وتعجبت بالامور كلها، انه حسيت في مصطلحات غريبه وارقام غريبه عم تبين قدامي، انه اسهم الاخضر طالع احمر نازل وكيف الاشياء اثرت على العالم. فحسيت انه هذا عالم تاني جديد. هلا كان هذا ضل اهتمام وما كنت حتى عم فكر فيه باختصاص، يعني ضليتني لاخر سنه مدرسه كنت بدي اعمل هندسه كمبيوتر. وطبعا تأثر المجتمع، يعني بعدنا لحديت هلا بنواجه انه الانسان الناجح اللي بيعمل هالاختصاصين طبيب ومهندس او محامي او هيدا، اللي طبعا للاسف واحد بالعمر 17 18 ما بيعرف مهاراته وين. يعني انا مثلا مهاراتي بالتعليم بالتحليل ما اكتشفتها لحديت صار عمري 20 21 سنه. البي اتش دي اول شيء هو في عده اسباب له، خصوصا لحالتي انا بدي سافر فيها لبرا، وخصوصا انه برا في مجالات التقدم وتطوير الشخص متاحه اكثر. هلا طبعا هي منا مثل ما بعض الناس بيتخيلوا انه هالعالم الخيالي وانه بكلها سهوله، لا عارف مجاله صعوبته، عارف قد ايه انه انا اللي عم بصارع عليه في عندي في غيري 100 مليون، وعارف انه هي بدها مثابره وتتابعها كثير لاوصل له. هلا للاسف بلبنان ثلاث ارباع المجالات او ثلاث ارباع الفرص اللي هي في غيرها كثير منا كلها موجوده، وخصوصا بالمجال المالي يعني المعروفه. ابسط المثال في اللي انه هن مش مغيرين الموازنه العامه تاعتهم من 2010. لا بالنسبه للتقدم غير قصه الوسائط، قد ما في اكره اقولها لهالكلمه، بس في قصه الطائفيه. انا المطرح اللي كنت عم بشتغل فيه كانوا كلهم بطائفه غير، انا الوحيد المسلم الوحيد اللي كان فيها. فهونيك بين المجال الغير، وبين من عندهم من هن الموظفين انه يلي ملاقيه صار له 10 سنين نفس الشغل، وتسمع كثير منهم انه مفروض يزيد معاشي من 3 سنين وما زاد، وانا مش عم بعمل بشغلتي، انا تعلمت كل هالامور اخذت كل هالشهيد وكل هالسيرتيفيكتس وما استفدت منها كثير. هلا مع ذلك اكبر شهاده واكبر سنين خبره دغري بتتوقف قدام المحسوبيات والطائفيه. فعشان هيك انا انه بتخيل لبعدين قد ايه حتساعدني هي الشهاده، يمكن ما حتساعدني على المطرح اللي انا بستحقه او بتمنى اوصل له، فيمكن ما لاقي غير نوع شيء للثبات انه للضمان انه شغل الخاص عمل الخاص. كوظيفه انا بحس عندي الوظيفه اللي منيحه لي، اللي بدي اياه زياده هو مثل ما قلت العلمات الاكثر، انه اكون انا عارف بهالمجال تعولي اكثر واكثر والخبره الاوسع، وانه اعطي انا كونتريبيوشن للمجتمع انه اكثر، انه اخلي للناس شيء يتذكروني فيه غير ما انه اكون واحد بس مرق طريق بهالمجال تاعه.